سياسدان هاجاتشينيا يا دقالان هاجاتشين ما هاجاكتو هادان دين تلا هاجاتشين مركا هادانكا كبتبر نمبي كضل وشنطا ربي عابد الراعة معناه دو حوية مشكلات كي حل ليسا إني تاسي أطي مشكلات كستوب بين آدم كقبصة حل كيدا أي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كينو قور رمية إلهي وحولي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أمت كستود دون دان صوم مرتي رسول بانو صادري أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين رسول شاسي وحي ودين اللي عابدا وحان الله هين كتغا دتكي لو صادرين برنوا هنونين ربا هنونيي برنوا اللومين إلهي وحين لي برلولك مرة تاريخ دي آدنها ايغو انتي ربي بيني سي وحي كدن بيسي كوردون با إلهي إليه سبحانه وتعالى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حديثك كصحيح سنوح لي مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلى موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين حديثك الصحيحين ككوية الله أنا يا أنبياء دي هروح نسكن هيب النبي ويري سيدين نقول للسي وصفي عنه للسي وقرحيي هل لبنه هل شاشوره هل بلوكيتي ماله قاله وضع الكغية لك التغي دبيت أنا داتك يكو ريغانو إلا دين قرقا محا شاشورك اللي قلين واي حبدا شاشورة كم غن ما قرقا اللي قليو أنا وحنا هيبو نبي عليه الصلاة والسلام حبدي شاشورة ودا بيسي إميش اللي قليي نبي قدم بيانا ما شروه إذن قوري دانور لسان أيو نبي محمد كورما يوسو حبت جاجورة كيه قوري قاين تي سيكالي وادتك صالحين تي أنبياء دي الرسوشي كهو الرئيسي إذن دادكو هدو آخرت دورتو أدوك ووكوف الله داو داقا هدا يسي أدوك هدايا دونك قاطعنا وآخرة إلا باننا قف قركم في الله دونك ورنمي ولنن درقيم يا ركتين ويدا دانو دونك درقي كو قب لي نرسن للي بلايين بيها استان هدا ووحو ساقعونه إيا ووحو كنتن سنضوضو كنتن فعو إساقا كدن بيا ووحو عنان وهايا ومع ذلك يقا أور وربدانو هبين يمالين بشاقين ايا آدنا هدوني ذا كون ناري سيد أوكل حول بدن يوكل ورور بدني فقرض وحي سير هذان أغنية ذا ويساحة ما يساحن ما جمان بق سيد برشك ذو جوج إسقى كاف غير صن وايو قف كستو بن آدم مشروع وضه مشروع عيسى كوين هنتديسه بن آدم هو عنك ككن هايستا كن دولار كهايستا مشروع طبعا كنو كتيرة كطبعا كن هايستا مشروع بغل كن أبو وضع كهل مليون هايستا مشروع بغل مليون إذا قف بين آدم وحيسون وحقوة ذا ويريه ولذلك سيدا يوكلا هنتي بضنتي يوكلا باهي بضنتي هذا نهدوني ده كن نولي أنبياء ساي وحص حضه وحي ودا جيين إن آخرك الدور بدنا دونك تتكلم أي واحد ولا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى أدونك وحير أو ضعيف إنه يهيبي دتك وسوريه واحد شو جساينا مال مطي مال مهنا إنا ذي امتحان طالو امتحان يو امتحان كاسي أما حول هالو امتحان ما فقر هالو امتحان إما صبر وإما شكر مال مهنا إنا ذي امتحان كتشرتو أردنا صنعيني أدونك قبل يسبين يهي محي ولقد خلقنا الإنسان في كبد يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي ورمي الدالة يبا طهيبا لدينت الدنيا تشوفتون إذن ضدك وحي أجهين ينام بيد دمان توت آخر يدتك أجهين مثلا بيعة العقبة الثانية
heshiiskii uu la galay muslimiintii madiine ka timi ee ay kaga dalbayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu soo hijroodo oo dowladdii islaamka ahayd in madiine laga kawino lagu dhaliyo halkaas ay ka dhalato oo iyagu difaacayaan marka waxay uu nabigu calayhi salaatu wasalaam shardi ka dhigtay haddaad rabtaan inaan idiin soo hijroodo naftiinna iyo maalkiinna iyo reerihiinna waxa ka dhicisaan ma iga dhicinaysaan yacnii may difaacaysaan buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam haa bay yidhaahdeen naf iyo maal iyo qoys iyo reersaan u difaacno ayaanu kuu difaacaynaa laakiin waxay idhaahdeen maxaanu leenahay annana marka dowladdii islaamkaanu bilaabaynaa reer maki ku diide saxaabadaadii waxay u hijroodeen ardi alxabasha dhul etoobiya ku maqan yihin intii kale waa cadaab bay ku jirtaa annaga ha naloo yimaado oo aanu halkaa ka bilowno dowladda islaamiga ah gaal oo dhan annaga ubabac dhigayna bay leeyihin laakiin maxaanu annana leenahay nebi maxamed muu ku odhanay aniga dabaday madaxdaa noqonaysaan wasiirnimaan idin siinayaa muu odhanin dhaqaale helaysaan miisaaniyadda waddankan wax idinka siinaya wax haba yaraatee adduuna uma ballan qaadin walakum uljanna buu ku yidhi haddaa idinku taa fulisaan janna aakhire leedi taasay aqbaleen shardigaasay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kula galeen zaadka sahayda ay dadku haystaan wixii lalahaa sahay ka dhigta wuxuu ahaa ilaahay weynidiisa iyo xuskiisa in carabka ku haysid nebi muuse iyo nebi haaruun baa ilaahay diray waxaa loo diray ninkii dad u qooq badnaa u kibir badnaa ninkii yidhi qabaa'il dhan iyo ummad dhan rag ma dhali karto reer banu israa'iil wuxuu ku xukumay wixay wiil dhaleen ha la dilo dumarkuna haynoo shaqeeyaane ha la daayo ninkaa kibir dhaafay ee dad kale anaa rabbiya baa la yidhi u taga oo maxay ula taga diin u sheega kadibna ilaahay wuxuu ihi idhab anta wa akhuuka biaayaati nebi muuse waa adiga iyo walaalkaaba taga waa idin diray rusul baatin aayaadkaygaa ku tago ula taga fircoon fircoon waa nin kibray ee maxay haystaan waa maxay zaadkooda rasmigii ilaahay wuxuu ku yihi walaa taniya fii dikri aniga xuskayguna ha ka daalina inaad aniga ay xustaan oo igu xidhnaataan khalaas oo ninkii rabbi haysta ama adduunkanu u baahan yihi hadduu rabbi kula jiro yaa kaasoo horjeeda markaa makhluuqaadku maxay yihiin ilaahay nebi muuse iyo nebi haaruun wuxuu ku yidhi walaa taniya fii dikri idhabaa ilaa fircawna inahu taga faqulaa lahu qawla layina lacallahu yatadakkara aw yakhsha aniga xuskaygana ha ka daalina qabta fircoonkaasi baa ilaahay yidhi xaggiisa taga weliba waa mid qooqay baa ilaahay yidhi oo kibray risaalaadka hore dacwada nebiga waanu soo noqon doonaa calayhi salaatu wasalaam wixii nebi muuse ka horeeyey ilaa iyo nebi muuse ambiyadaa lasoo diraa dabeetana warkay gaalada u sheegaan badh baa rumeeya badhna waa diidaan aakhirka marka ay dhammaato wixii uun rususha rumaynayay ilaahay rusushiisa wuxuu amri jiray u banneeya haddaba ka baxa anigiyo gaalada isukaaya daaya baa ilaahay yidhaahda dabeetana gaaladaa la halaagayay qaar dhulka lala gooyo qaar biyo lagu harqiyo lagu maasheeyo qaar qaylo lagu dilo qayladu waa hub khatara maanta technologyga dunida yaalla waa hubabku u taag la-yahay yacnii codka ilaa hadda baxthigaa way wadaan in codka la jihayn karo codka lama jihayn karo markaad codka tidhaahdo afarta bayni jahaba wuu qabtaa hadda waqtigan aynu joogno mathalan nalka waa la jihayn karaa laysaradan iyo waxa kan hub laysara hadda way samaysteen oo way isticmaalaan laakiin codka weli tijaabadiisii bay ku jiraan codku waa khatar codku hadduu xad gaadho adigoo dhan waad burburi kartaa haddii cod rasmiga lagugu dhufto
هدو عدكو حد قاره حد مركو قاره نكتو الدلولية مركو كسي دركنا أدقى بوكو فلقي كرا وكو بابين كرا إذن وهوب خطرة لكن آدن وجهين كري كري لأيي سادرات دايد مهد ولي وحي تاقين هدو الريدو إساقو نور لمن هيا كان ريدا يوح بوا سلا نقو أيا أما حق الربي كي لغا صوت المامي ولا جهيو انتاسم بالو جهي صيحة با إلهي تلمامي اندول اللغوها غالاقي قايبه إلا هلاقي يقاركا إذن قرآن كوحي نوت المامي ومن بدنو اللي هلاقي أنبياء دينا اللي بادبادي سنة خارقة مركي فرعون يقوم كيسا اللي هلاقي كدب أي جهاتك اللي جيدي وواتي اللي قيلي ربنا إسرائيل كي إلهي هدى سوى بادبادي فرط بيت المقدس التي كتب الله تي الله يدين قري أهل يدين وكو انت فلسطين لانها هنا فقاتل انت وربك انها هنا قاعد وكو يكون جوابي وحي كدم بيي امتحانات كابل ابمي قالوا دوك قال هان دما تدو ما هلاقيني تتك مسلمين تا وحل يدي جهاتما او اسكر دعية او الهي قعنتي نوك عذابي الهي وحكا ورمي مثلا في سورة البروج قصة أصحاب الخدود قصة دي ويلكي رأي إلهي الرميي إنك عالم كايو هلي إنك شيخي هلي إيه ربي الرميي إيه دبيتنا كراماتكو كم مغدين إيه الدعوة دا دتك أوي يا رأي إيه بغرك حاشية دي سيقار كمد الرميسي إيه كدبنا بغركي وأركي مغالا دي ويلكي رأيت راعي كدبنا ودمان تودين تقدو قضي دبكو الشدي وكبري والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الخدود وقصك له داعي إياك والرميسة مقالة دقنو من مضحي هايستي إلهي وحك والرمي مثلا في سورة الكهف في قصص ككغرا ذي القرنين أمر ربي وحك والرمي قصة أصحاب الكهف أما وحكا الله قول رميا صاحب الجنة إيا ننكي مؤمنك هاي محاورة لقلي إيا كسو هرشي دي لها ربي قال رمي في سورة ياسين إلهي محوكا قول رميا ما قالوا صدح رسول الله صدره صدح دي بدي دي صدح رسول لبا الله صدره وابينيا فعززناهم بثالث بإلهين مت صدحات بقى لقو صدره وابينيا إلهي وحكا ورمي نين داعي وإسحل قامي وإساقو قاتي إيادو صدح رسول الدي دي بود دريمي مسؤولية دوين إساقا رسارنتي أولي بقوبتا لقود دي دي رسوشة مجوغين إلهي وحكو تلمامي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون نين ماهلك لك صوع عرري وأيمي أدوك ما يلصدح رسول لقد دي دي محاد سوران لها يدي شغك عقب مطالة صوما إلهي بحينا ورمى يقفك مؤمن كائنا دعوة دمرنا بأكا أؤمن حتى هداي الرسول يشوكتو اللي بينيو إنا داد نطهينا ترادا ويران وراع الرسول شو حق بيدي شيقي ساي إذا صدح رسول قبت تاقنت هاي أيا إلهي وحولي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى نين بايمي ما قال هذا دع الكيدة كيمي أولي بالرورة يبا ليلي وأنكو هضلينا ويتبعوا المرسلين يتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون بكو هذي ولبقى قصد أسي عجبت أي قبطو حكم ذا ننك كان إلهي من رميي دين تسيبو الشاكتي دتكو الشاكتي ولا دلي سي مفسريتو تلمامان إلهي وحينا قوى رمي مركو لنتي وحكو فكري حباشي مركي اللي وردي وآخر قبطي أي إلهي وركي سدبي نوغسو علي قيل ادخل الجنة باليد جنة قلب باليد أخرج له إلهي وحلي وحلي يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ولي وحو على علي تلكي وكيمي الله تعلان لها يا بولي تلكين يوغادان سيدة إلهي وقدم بالدافية سيدو يكرامي ين الدين تهقاطاني إساقون انتيب ولي دعوك فكرية وآخركم مقام با إلهي لي سبحانه وتعالى
ربي عابد الراعة معناه ذو حوية مشكلات كي حل ليسا إني تاسيوت أي مشكلة كستوب بين آدم كقبصه ده حل كيدا أي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كينو قور رمية أنبياء الله صوت دري قرآن كو قور رمي دات كي أي مادين مرني بسكمي ده بهاي ستي مايا إلهي وحو قور رمي يقار كوت بلشوين كقار كوت لب سياسية بهاي ستي لمن طغاضة أيام مولي أو كبري أو ضدك اللاية أو ذليستة وفرعون وكذا فرعون طاغية أما كي نبي إبراهيم لا دودي يا لها أنا وحي وأميت كدودي أنا بوحدي لو حرنا ولا كي نبي إبراهيم كل دودي وطغاة إلهي كورمي وجبابرة وملوك سياسيين وظالمين وضدك أدون صدي وحريتك قاضي إذن بلشوين كاسي انحراف سياسي هستي وحكى له قرآن كإلهي كقور رمية أنبياء دي لصدري قارو يمي بلشوين أي نباتوين دقال هستو نبي شعيب قرآن كمالك استوك قور رمو وحكى قور رمية سقوله أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين سقوله قور رمية بلشوين كقار كودي لهي صد أنبياء داسيو صد روح على قور رمية نبات أخلاقيين هي ستي سيدي النبي لوط يكوي الله صدري داد انت حمادين رق يبرق اكو كافتومي ووالبا عدي اكو كافتومان بيه عدي وحكا له تداه دور دمر كالله تقول رق هلا دافو له انه مناسو يتطهرون عيبين كردقاي وحل اسكو عيبايو واربات اخلاقية هي ستي وحي لها القرآن كاكاور رمية كوان نبات حضارية هي ستي صناعة يفرسمو يحوك يقريو بورا لغا قوضو يقصور يوحا انت يسمايستين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين إلهي ولي ورمالك استو تاغن ما آيات علامت باك تاغسان كبر يقوب تالوي مصانع سمينية بورها قريه إيا قصور كقضيه چرهانيه قدد حوغن ودارديره إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وحي مشكلت آدنها صوم مري قرآن كوكور رمي هديتي مشكلت سياسية هديتي مشكلت اقتصادية هديتي مشكلت أخلاقية هديت هاي مشكلات حضارية وحي دون تبه النغطة انحرافك بين آدم دعاء دي الله صدر وحي كبلا من اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فاتقوا الله واطيعون تام عنه دي وحويان حلك آدم هو مال قربة سياسة دان هقاتشين ايا يدقالان هقاتشين ما هقاكتو هدان دين تال هقاتشين مركا عطنانك كبتبر نمبيك الضلو شنطاها ولذلك آدنه ما أنت تشوق قبل علين تسوكو ترى قاربا نقالها يرفع عنيسي مركزي أخلاق ذا كبر برين قاربا حاجة كان في عنيسي مركزي كان كبر برين وأن أطراف تنحراف قم بكل بنا نور نقاغية مركو مد كب كبابا ككلا دلوشة ما يرنا ككلو كعية آدنه وحي انحراف صام مري تاريخ الدعوة وحي نبريسا وحل غصحي إن آدنها الرب يقول له وحره مبادئ ده الرب يقول الله سيئه مركز بي حلو هلية أي مشكلة تاقن داتكم مركز الدين تقرن وين ما مركز تلاه دور دين تبا وحكو لي وان دين باتك ورمي سادتك وابو بختين ايا وار بختك وحصارة ودين تتن عربية دو بختين ايسا إلهي دين تنو صادري او يؤتمي مركز سيد داد نول نغدين مركز سيد كنصا نضاد نغدين دوني دادتكي هو قامين يرنا قال إيا علمي يا وحوالبا
وحلقية ما إن للي هي أترى هذا ودين تبى ضيع نقول هذا قضايات سياسية هي ودك مي هذا كهلك ودك ومريه إذن إلهي كبر وما كبر ما يسال ودك وهلك ومريه إلهي وح القرآن كي نقول براي مركز أدين ربنا إن نبرنا تاريخ للسلاح وحلالي وح السلاح دوني دب كدعي إيه ربي إنك الرب إنه ينبره إيه مدول بر رسول الله صادري صحية رسول صحية الله صادري وحل صادري نبي الله موسى أو صحية طاغي فرعون هاي وحسمي فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة من إلهي وحد المامين ودولك ككبري على في الأرض وضد كينا وقيب قيبيي كوحا كوحا كردقي وكلب كوح قميستو وكوحوه قميستو طغيان كوحو كقاري فرعون انتو ضد كي سهرت هاقينو إلى هذا أنا ربكم الأعلى أنا ربك كرياء عمدك كالي ملا إيسي ملا أوامد حيوين تو وبرلمانك يا وضياد يدو غيدي انتو سوي ياري أيو حكولي ما علمت لكم من إله غيري وملا إيب الله هضليا ما علمت لكم من إله غيري بقولي إلهنا أنا جاهين دين قرن مايا نينك قاقيس هل كجاري سل صحه إله الرسول بو صدري أعبد الله ما لكم من إله غير وضع قاقاسي تصل وصحه كوي أخلاق دو كردي متي قوم لوط قوم كي نبي لوط إيه حمها دائمي يين الرب قد كدر كان نبي با الله صادري له ما لكم من إله غيره اعبدوا الله فاتقوا الله وأطيعون شعيب أيا الله صادري كوي فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا نبي محمد انت يقارسين كري يقارسين لكن وحو فري ومضي مؤمنين توي ستمي وحجة الوداع تاغا ايو النبي قول الله هذا وحو شاغي ورميدين سيو قارسين دينتي ها بيرها إله مرخاتيغا نقبو كويري تبهتنو حكويري بلغوا عني ولو آية حلقة ساني دي كان ايدن ساري آياتنا هالنقطة دات كي ايقا قارسية وحيدة كدن بايا يعني وحا الله تلمامي يقف كستوب مسلمي من بعد محمد عليه الصلاة والسلام إن حلقة كان ساري دابا ترى النبي عليه الصلاة والسلام وكين تبور طير كري وصباحا كنا واقي وصباحا وهالك سوالد هيا يوكا لك تراضو وفضو ميل هياي كيدا هذا والو عرّي وقف وحا ورشي قيا ورني الله لما يبضنطي عربت روا سباحا ساسي واستعمال كرين عربت قاركود انت اسقاويان ومرضى روان انا النذير العريان بيورين كرين انت مرضى روغان سوال هذا قاركود بو استعمال كرين دبعتنا نبقو انتو ميل فوري بوا سباحا يلي والله صباحي وحلو وريان قريشي هذا ندري له هذا تجاهد بورتا نبر كذا وها كشرة عل إدم ويرر يا ميجر روميسان إنسان ها بعيد هذا بيكو كمان نمبر رمبر مكاعد هذا نادا ترى عل بعيد إن كليه ودي أرجو بينا وحكوا لي النبي عليه الصلاة والسلام مركا هذا بوح ندين كدقية فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد بين يدي عذاب شديد واروح نذير كه وحن الدين كدقية عذاب كل البان الدين كدقية وكوير النبي عليه الصلاة والسلام أديرك يو قالوا ماشي تاجن وهبار قباء أيها الله يوحول تب لك لهذا جمعتنا تب لك صائر اليوم وارهق مال أنت أنت كهرنية ما هو حصدت كويري سي وكويري وأبو لهب وإلهي القرآن كسود الشين وأهل النار ككمدي كذب انت كذب نبي عليه الصلاه والسلام دعوتي واودي صحابه دي سغل جوقت رميسينا ينه دعوتي ودين ما يفلنين
ما إلهي النبي باتشو قد ده أنا والنبي وما ندبص علينا أبي بكر أكله عشرة المبشرين كوح كم إذا سجى كياني سجى سوي إسلامي عبد الرحمن بن عوفي طلحي عثماني حوالي خمسة من عشرة المبشرين وفي ميزان أبي بكر بيكوشيران إذا الصحابة دي دين تي كفافين نبي محمد نوح يقول يبلغوا عني ولو آية وحوت الماما يقول هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وكاسب النبي يقول لي جيت كي إلهي بندتك ويريا على بصيرة أريد أقصك أنا قي إنتي راعض يبابو النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قف قصته مسلم الله قربه إنه إلهي سبحانه وتعالى دتك ويره بل قرآن كإلهي وحين قلت الماما لغمان لغمان الحكيم من الله إلهه وحكمة دي سي وقرآن كوينو قشي إن ير كساء رورتي في سورة اللغمان وإن لما يرى ولي وانين إياه وحكو وانين إياه المام حكم دها يا بني أقم الصلاة بكويني المهجية وسلاة دوك محور راعي وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بكويني يعني وحي علماء دو إلى هذا المركة حتى كو يرير والله فرأي وردتك دين توشيه كان يرى هذا دور سلاة دوكو كو يرير خلاص نهوسي شيه وهي اللغمان إن يربو الله الله إياه وحانو كولي ورس هلا دنتكو وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بكويني سمهنا ذاتك وشيك ومهنا كالريب أيها الأحبة جيوشتي كلا يفتوحات كوا الدراسيسين انت بضل وحالا إنها عيدا خالد وطاهل كاقلي عيدا سعد بن أبو وقاص وطاهل كاقلي غزوة فلان بارد عضي أما دا قال كير موك بارد عضي قاد سيار عضي نهواند بارد عضي كم بارد عضي غزوات بالا شيئا تبتر الدولة الأموية ما دحدي ما يسبد الشيكوة ما قبصتي والله انقلابي الدولة العباسية ما قبصتي ومدهيسي دولة المماليك باتمي والله انقلابي الدولة العثمانية دول بينو شيئنا أي وركودي لكن انت بضان لقى ما ورمو عيدا ما دي قلوب تفرطي عيدا كو وضعوا فرنكرا مثلا مصر عيدا كي مسلمين تفرطي لكن مصر كريستم بي هيدا يا مسلم كان لغاية عيدا كلا فرطي قلوبتي مساردة عيدا كلا أيادتك الدين تكدر دعيي أو فرطي ولذلك إلهي سبحانه وتعالى وحين إليه ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا قرآن كيستغو إلهي كورمي يا إلهي وحيني هدان الربن مغالك استه مدقان وصدر إلهي الرسول قارة لكن نبي محمد وحلقوا لي قال ذا أقبلني قرآن كاسي انكو لجهات قرآن كان ميدعين للكي مسلمين تقبتين ودن انت يدتك قصة بلغو إسلامية مدعين أما الدين تإجراءات لسمي بل اتاق قال ذا كمرخاتك عيسى مثلا أرنولد قال كالله إلى هذاك مستشرقة قرأ كتاب كالله إلى هذا الدعوة إلى الإسلام وقال قرأ دعوة الإسلام فدتك الدين تلوية لي تاريخ ذا دوك ورمية وحولي إن دخول المصريين في الإسلام لم يكن قط نتيجة لأي نوع من الاضطهاد السياسي أو العسكري مصاردو إن الدين تإسلام كصوغة شو مر نبا مرد عن بولين عداد سلوسية سياسية أما مد عسكرية سيئة الدين توقلان بل سير آرثر كيث أيهو حلاي لم يكن الذي أخضع المصريين هو الصيف ما أهين بولي وحي مصاردة هقان سيئة سيفتا ما أهين بولي بل إنما كان الذي أخضعهم هو القرآن بولي حانو قد شهدا إسلامك عيدان هان ووشبا لكن دعوة هان مجشب اتشرين سألة ما فهمك رأيسا مرر بضن بو عيدان هان شبا لكن دعوة دو ميشبين إيا دو عيدان كو دي اللي تشبيي أو دولة دو دي اللي الردي
أي دولة قبصتين ماشي دبوا إسلاميين